بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده وصفه سهله جدا جدا، تنفع للفطار وتنفع للعشاء، حلوه قوي. طعميه العدس. الطعميه دي سهله جدا وحلوه قوي، انا عن نفسي بحبها يعني، وفي نفس الوقت حاجه ببقى عاملاها في البيت وسهله ومش بتاخد معايا وقت يعني خالص، وتنفع الناس المغتربه اللي مش عايشه في مصر. لو ما عندكيش الفول اللي هو المدشوش اللي هو بيتعمل بيه الطعميه، ممكن تجيبي العدس، هتلاقيه متوفر سهل جدا. تجيب العدس وتعمليه بنفس الطريقة دي، وتعملي طعمية حلوة جدا لولادك، هتعجبهم قوي. وبتعمليها في وقت يعني قصير جدا، مش بتاخد معاكي وقت نهائي. المقادير بتاعتي عبارة عن ايه بقى؟ معايا هنا كوباية عدس زي ما انتوا شايفين كده، دي نقعاها في مية حوالي 3 ساعات. يبقى هنقع كوباية العدس دي حوالي 3 ساعات في مية عشان تطرى معايا. ومعايا هنا كزبرة خضراء، ومعايا البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وكزبرة وسنة شطة وكمون، ومعايا بصلايه مقطعه زي ما انتم شايفين كده، ومعايا 4 أو 5 فصوص ثوم، وطبعا السمسم ده علشان وانت بتحمري الطعميه بتاعتك تديله ايه طعم حلو يعني. هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم. هنا زي ما انتم شايفين كده معايا الكبه بتاعتي. لو ما عندكيش كبه على فكره تنفع في الخلاط، انا جربتها قبل كده في الخلاط نفعت معايا، بس لو تعملي كميه قليله بكميه قليله يعني، هتحطي حبه بحبه كده لحد ما الخلاط ايه يضرب معاكي، ولو لقيتيها مش بتمشي معاكي كويس هتحطي ايه نقطتين ميه بنقطتين ميه، يعني ايه تخليكي مسيطره، ما تعوميهاش طبعا ميه، بس بحيث الخلاط يلف معاكي. فانا اول حاجه هنا نحط العدس بتاعنا. حطينا العدس زي ما انتم شايفين كده، نحط البصل، كل المكونات بنحطها على بعض يعني سهلة جدا، ونحط طبعا الثوم والبهارات بتاعتي كلها، ونحط الخضرة بتاعتنا. بس هبدأ اضرب بقى الكلام ده كله في الكبة وهوريكم شكله عامل ازاي. هنا زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نضرب بقى في الكبة بتاعتنا. اهي كده خلاص ما شاء الله اتضربت، نبدا بقى نطلعها في طبق قدام. ادي شكل الطعميه بتاعتي يا حبايبي، ما شاء الله شايفين جميله جدا، وعايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي كمان، وهتعجبكم ان شاء الله جدا. هبدا بقى احطها في طبق واقول لكم هنعمل ايه. ادي شكل الطعميه بتاعتي يا حبايبي، ما شاء الله شايفين كوبايه عدس واحده، وهنعمل طعميه احلى واطعم من بره بكتير، كفايه ان انت عاملاها بايديك وحاجه نظيفه لاولادك. ومعايا طبعا ايه السمسم بتاعي، ونبدا بقى على النار نقلي الطعميه. هنا معايا الزيت بتاعي اهو على النار بيسخن. عايزه اتكلم بس في نقطه بسيطه كده بالنسبه لآلية الطعميه. في ناس كتير بتسالني عن الطعميه اللي هي بتيجي جاهزه من بره، على ما بيجي يقلوها في الزيت بتروح ايه مفككه في الزيت وتلاقيها مفتفته خالص. فايه السبب في كده؟ هقول لكم ايه السبب اللي يخليكم تعملوها وتبقى كويسه جدا. اولا الزيت بتاعك تسخنيه كويس، وبعد ما تسخنيه تهدي النار وتبدا تقلي الطعميه بتاعتك. ما ينفعش تقليها بزيت سخن، هتتفتفت منك في الزيت. ليه؟ لان هما بيبقى طحنينها جامد قوي، عشان يدخلوا فيها هواء عشان تقطع معاهم كميه كبيره، مش زي اللي انا عاملاها في البيت. هما لا بيبقى طحنينها قوي، حتى تحسي ان الطعميه مفرغه من جوه من كتر الهواء اللي داخلها، تحسي ان ما فيهاش فول اصلا. فالفكره بس ان انت تهدي النار. فانت بعد ما الطعميه بتاعتك تقلي تحطي الكميه بتاعتك كلها في الزيت وتلاقي القرص تماسك، تبدا تعلي النار، عمره ما هيفك منك في الزيت. دلوقتي معانا الزيت بتاعنا اهو، انا سخنته كويس وبعد كده هديت النار عليه، رغم ان برده طعميتي مش هتفك ان شاء الله، بس انا طبعا بهدي لحد ما اقلي الكميه كلها، وبعد كده ايه ابدا اعلي النار واسوي الطعميه بتاعتي كويس. وطبعا يبقى جنبيكي حبه ميه عشان ايديكي كده وانت بتحطي ايه ما تبقاش ايه الطعميه ما تلزقش في ايدك. هنا هبدا اقلي الطعميه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده. وان شاء الله مش هتفك مننا في الزيت نهائي، هتشوفوا دلوقتي. ادي الطعميه بتاعتي، شايفين شكلها ما شاء الله جميله ازاي، سهله جدا وما بتاخدش معانا وقت خالص، وما بتفكش في الزيت ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا السمسم ده اختياري، لو بتحب السمسم مع الطعميه حطي، ما بتحبيش خلاص دي حاجه هترجع لك انت. في ناس بتحط شمر، في يعني المنكهات دي بتاعتنا احنا بقى. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حلوه اهي في الزيت. هخلص بقى الكميه عليه وراها لكم. دي الطعميه بتاعتنا يا حبايبي اهي، ما شاء الله ان شاء الله حلوه جدا، تجربوها وتعجبكم. زي ما قلت لكم ما خدتش معانا وقت خالص، عشاء خفيف او فطار خفيف، هتعجبكم جدا ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.